مفاجأة مدوية للنادي الأهلي. إيه المفاجأة؟ أنه تم فتح الحوار من أحمد الشناوي مجددا ووكيله أحمد يحيى لانتقال أحمد الشناوي إلى النادي الأهلي بعد الأنباء المؤكدة عن رحيل ريني فايلر إلى سويسرا ولقاء زوجته ثم العمل مع فريقه الجديد. أحمد الشناوي جاله شريف إكرام ويوم الجمعة عمل مؤتمر صحفي وهو ملاحظ الدلع والتدليل لرمضان صبحي وشريف إكرامي وحاجات بالشكل ده، فقال لك أنا خايف إن أنا أقعد، رغم إن هم قالوا إن اللي هيقعد يعني غالباً المهدي سليمان هو اللي ممكن يمشي. فشريف فأحمد الشناوي فتح حوار جديد مع أحمد يحيى للتحاور مع مسؤول النادي الأهلي لمعرفة رأيهم في الانضمام للنادي الأهلي من عدم. قبل كده قلت لكم في شهر واحد اللي فات ان الشناوي مضى للاهلي. جه بعدها مستر ريني فايلر قال لك انا مش عايز حراس مرمى. شخصيا واعضاء لجنه الكره في النادي الاهلي على قناعه تامه ان الاهلي يحتاج الى حارس مرمى، وان علي لطف ومصطفى شوبير، علي لطف كان عنده كورونا. هل جرؤت انك تلعب مصطفى شوبير وانت مخلص الدوري؟ ما جرؤتش. خايف تكسره لانه لعيب واعد. ما تخاف تديله فلا يوفق فتحط في ورطه. تتحط في ورطه. لكن عاوز تشوفه مع فرق اخرى، عاوز تشوفه مع فرق اخرى. انت قلقان انك تدي لمصطفى شوبير طب افرض اتورط، علي لطف مثلا كان مصاب والشناوي خد انذار وخرج، لا ما ينفعش. فالنيه ان هم يجيبوا حارس. فاحمد الشناوي بعد ما لقى موضوع فايلر كده، طيب لما الناس برضو التانيه لقت فايلر ماشي فرحت. صالح جمعه انشكح صالح جمعه، ولكنه تلقى صدمة موجعة حينما علم أن قرار الاستغناء عنه بنهاية الموسم هو قرار لجنة الكرة، لجنة الكرة وليس ريني فايلر، بسبب المآسي والآلام التي عاشوها مع صالح جمعة على مدار السنوات الماضية وعدم قدرته على التأثير في نتائج النادي الأهلي. أنا بقول لكم السريع عشان ما أطولش عليكم. طيب إيه تاني؟ بالنسبة لرضا عبد العال، في حالة من التنمر ضد رضا عبد العال لاحظتها امبارح في البرامج، حالة مش طيبة بالمرة. الناس متنمرة كده و... ايه يا جماعة؟ في الراجل بيتكلم على سجيته، الراجل يعني ما عندوش حاجة يخبيها، عفوي قلب ابيض، لكن السخرية زادت عن الحد من اصحاب الكرافتات السوداء اللي حولوا كرة القدم الى كيمياء. بيحسسني ان هو بيحلل انثروبولوجي ولا ميتافيزيقا، مش كرة قدم. نجومها طلعوا من الشوارع، نجومها طلعوا من الاحياء الشعبية والارياف. فهل انا النهاردة كل شوية اقعد اتنمر واسخر من رضا عبد العال؟ هذا امر غير مقبول بالمرة، غير مقبول بالمرة، وما يصحش من ناس لعبت مع رضا عبد العال انها تسخر منه بهذا الشكل. رضا عبد العال يا سادة اللي في سننا يشوف ويفتكر، رضا عبد العال كان ينزل ملعب سواء مع الزمالك او مع الاهلي 100,000 بيهتفوا رضا يا رضا تدلع يا رضا، بمزاج عالي، اسعد الجماهير الزملكاويه والاهلاويه ومنتخب مصر. لكن انا اجي بقى كل شويه ابقى بتنمر عليه وبسخر منه واقول ان هو بيهرج؟ ما يهرج يا سيدي، فيها ان واحد يهرج؟ ما في ناس مكلكعاها زياده عن اللازم. وانت تم انت محسسني انك انت بتتكلم في الكوره كانك بتتكلم مثلا في ايه يعني، في الفيمتو ثانيه دي كوره، كوره كل الناس بتفهم فيها وكل الناس بتتكلم فيها، فما ينفع